السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الخامس العلمي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة الفيزياء امتحان نهاية السنة 2023. السؤال الأول فرعية، عرف ما يأتي لخمس فقط: الإحداثيات، القصور الذاتي، السقوط الحر، نقطة الإسناد، الجسم الجاذب. 4 6 الكميات القياسية. حول النقطة 4.60 درجة من الإحداث القطبي إلى الإحداث الكارتيزي. السؤال الثاني: سيارة تتحرك بسرعة 30 متر في الثانية، فإذا ضغط سائقها على الكوابح فتحركت السيارة ببطء 6 متر إلى ثانية تربيع. احسب مقدار: أولا سرعة السيارة بعد ثانيتين من تطبيق الكوابح، ثانيا الزمن الذي تستغرقه السيارة حتى تتوقف عن الحركة. فرع بي: املأ الفراغات الآتية: أولا الدايناميك هو فراغ، ثانيا سالب المتجه هو المتجه الذي يمتلك فراغ، ثلاثة قوة الاحتكاك بين سطحين متماسين لا تعتمد على فراغ، 4 وحدة قياس العزم هي فراغ، 5 مقدار سرعة الجسم المقذوف نحو الأعلى وهو في قمة مساوي تساوي فراغ، 6 تعجيل الخط هو كمية فراغ. السؤال الثالث فرعي: اشتق معادلة السرعة النهائية بدلا من السرعة الابتدائية والتعجيل والزمن. ب ما هو الاتزان الدوراني ومتى يحدث؟ السؤال الرابع: اشرح نشاطا يوضح العلاقة بين تعجيل الجسم وكتلته بثبوت القوة. فرع ب: قوة أفقية مقدارها 16 نيوتن أثرت في جسم كتلته 2 كيلوغرام موضوعا على سطح أفقي أملس. احسب: أولا نقطة انطلاق الجسم في نهايته الثانية الأولى من حركته، ثانيا الإزاحة التي قطعها الجسم خلال 3 ثواني من بدء حركته. السؤال الخامس: إذا كان المتجه A يساوي لنا 3 و B يساوي لنا 4، جد ناتج ضرب أولا A في B عندما يكون المتجهان متعامدين، أي في بي عندما يكون المتجهان متوازيين. فرع بي: أجب كلمة صح أو خطأ لكل من ما يأتي. أولا النقطة R ثيتا تمثل الإحداثيات القطبية، ثانيا التعجيل أي يساوي صفر عندما تتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة، ثلاثة إذا كانت الزاوية بين المتجهين أي و بي تساوي 180 فإن محصلتهما R يساوي لنا أي ناقص بي. رابعا إذا أردت أن تمشي على الأرض جليدية من غير انزلاق من الأفضل أن تكون حركتك بخطوات قصيرة. خامسا زمن الصعود للجسم المقذوف شاهقة قولية لا يساوي زمن النزول عند نفس النقطة. ستة قوة الشد هي القوة التي يؤثر بها الحبل في الجسم. السؤال السادس أجب عما يأتي: أولا هل يمكن للإزاحة المقطوعة أن تساوي صفرا ومتى؟ ثانيا إذا كان أي زائد بي يساوي صفر ما يمكنك أن تقول عن المتجهين؟ ثلاثة يندفع الراكب على حصان إلى الأمام عندما يتوقف الحصان بصورة مفاجئة. ب قارن بين الانطلاق المتوسط والسرعة المتوسطة، هاي ساين 90 يساوي لنا 1 وكوساين 60 يساوي لنا نصف وساين 60 يساوي لنا جذر 3/2 وكوساين 90 يساوي لنا صفر والتعجيل يساوي 10 متر على الثانية والكوساين 0 يساوي لنا 1 والساين 0 يساوي لنا صفر. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.